العلاقات والدول العكسية. الآن بدنا نحل فقرة تأكد. لاحظوا هنا السؤال الأول والثاني معطينا إياهم على مثال واحد، يطلب جد العلاقة العكسية لكل من العلاقتين الآتيتين. كل سهولة العلاقة العكسية نقوم بعكس واي بدل اكس، يعني بدل مية سالب تسعة وعشرة بتصير عشرة وسالب تسعة، يعني صورة العشرة بتصير سالب تسعة بدل ما هي صورة السالب تسعة عشرة. نفس ليش النقطة الثانية، بدل ما هو الواحد مربوط بالسالب ثلاث بيصير السالب ثلاث هو اللي مربوط بالواحد. أيضا هنا سالب خمسة بتصير هي اللي مربوطة بالثمانية. هاي هي العلاقة العكسية لهاي العلاقة، تمام إن شاء الله. الآن سؤال اثنين نفس الإشي، بيصير تسعة مع سالب اثنين وبيصير سالب واحد مع أربعة وبيصير تسعة مع سالب سبعة وأيضا صفر مع سبعة. إذن هاي هي العلاقة العكسية للسؤال الأول والثاني، إن شاء الله يكون واضح بإذن الله. أما السؤال الثالث يقول جد معكوس كل من الدوال التالية، هي دالة بدنا نطلع معكوسها ثم نمثل الدالة اللي هي هاي ومعكوسها على المستوى البيان. طيب خلينا يعني ثلاث حاجات، أول إشي بدك تطلع المعكوس، ثاني إشي بدك تمثل الدالة على المستوى البياني، ثالث إشي بتمثل معكوسها على المستوى البياني. يلا كيف أطلع معكوس هذه الدالة؟ أجي مكان الـ F الـ X أو مكان الـ Y بحط X تساوي سالب ثلاث ومكان الـ X بحط Y، يعني أقلب لأنه هذا Fx هو Y. الآن بدي Y أنا لحالها، شو أعمل؟ مضروبة بسالب ثلاث بقسم على سالب ثلاث، إذن بتصير Y تساوي X قسمة سالب ثلاث، عشان بدي أنا Y لوحدها. هاي هي اللي أنا طلعتها، هي الدالة العكسية، ونرمز لها بالرمز زيك F inverse للX وهي تساوي X على سالب ثلاث. هيك نكون طلعنا المطلوب الأول اللي هو الدالة العكسية لهذه الدالة. الآن كيف بدي أنا أمثل الدالة بيانيا اللي هي F X؟ بدي أول إشي أمثل الدالة F X هاي بيانيا. أخذ جدول X Y اللي هو F X حاليا، أخذ صفر واحد سالب واحد صير بنعوض، لما X صفر Y قديش بتكون؟ سالب ثلاث هنا بالأصل، أنا الآن هنا X صفر سالب ثلاث في صفر تطلع صفر، X واحد سالب ثلاث في واحد تطلع واحد، X سالب واحد لا عفوا سالب ثلاث في واحد سالب ثلاث، X سالب واحد سالب واحد في سالب ثلاث تطلع ثلاث. الآن نروح نمثل هاي النقاط اللي هي صفر وصفر، يعني نقطة الأصل واحد مع سالب ثلاث بتجي هنا، وعندي أيضا سالب واحد، هاي سالب واحد إكس مع الثلاث، هذا هو الخط المستقيم
الذي يمثل دالة FX. هذا هو الخط الأسود يمثل الدالة FX. طيب الآن بالأحمر بدنا نرسم رسمة F inverse للX. نفس الشيء، نأخذ X X و Y، X و Y، نأخذ X صفر، مثلا نأخذ أعداد تقسم على ثلاث عشان ما يصير معي كسور، مثلا نأخذ سالب ثلاث، إذا ترجع واحد صورت السالب زي ما هو الواحد صورته سالب ثلاث، سالب ثلاث راح تكون صورتها واحد، ونأخذ أيضا العدد ثلاث، لما x صفر، صفر تقسيم سالب ثلاث بيصير صفر، ولما x سالب ثلاث، سالب ثلاث تقسيم سالب ثلاث بتصير واحد، ولما x ثلاث، ثلاث تقسيم سالب ثلاث فيها سالب واحد. لاحظوا نفس الدالة العكسية أو المعكوس للجدول الأسود ذا. الآن شوف كيف الرسمة تطلع معانا، تطلع معانا صفر وصفر، سالب ثلاث، فين سالب ثلاث؟ هيها سالب ثلاث هنا مع واحد، وثلاث مع سالب واحد، ووصل بينهم بخط مستقيم، يطلع هو هذا الخط المستقيم هو الدالة العكسية. إذن هذا هو الخط المستقيم اللي برسم فيه هو الدالة أو المعكوس للدالة اللي رسمناها بالخط الأسود، تمام؟ هاي الحمراء رسمة F inverse للX، وهاي السوداء رسمة F للX. لاحظوا انهم متماثلين، حول Y يساوي سالب X. أو حول نقطة الأصل. تماثل حول Y يساوي سالب X. ما إحنا ما يهمناش التماثل، طالب رسمهم في مستوى واحد، أي رسمناه. السؤال الرابع نفس الشيء، نفس المطلوب، يريد الدالة العكسية. طريقة الحصول على الدالة العكسية، حط بدل الدالة اللي هي جي اكس اللي احنا نقول لها واي، حط بدلها اكس تساوي، وحط بدل اكس واي تصير زي 4 واي ناقص 6. الآن نقوم بتبسيطها لين تصير واي لوحدها، يعني واي موضوع قانون. فباجي أزيد هنا 6 عشان أخلص من ناقص 6، وبزيد هون 6. شو صارت عندي؟ صارت x زائد 6 تساوي 4 واي، تمام إن شاء الله. الآن يعني الخطوة الأخيرة فقط أقسم على 4، طبعاً أقسم على 4 هنا، أقسم هذا كله على 4، تروح هاي مع هاي، صفي عندي y اللي هي نفسها f الانفرس للx تساوي x زائد 4 زائد 6 قسمة 4. هذه هي الدالة العكسية. الآن بده نرسم له إياه. حق نيجي نعمل جدول زي ما عملنا قبل شوية. بدنا نرسم الآن الدالة باللون الأزرق الأصلية. هاي الدالة الأصلية بدي أرسمها باللون الأزرق. شو أعمل؟ جدول x y، حط صفر
واحد، نقاط اللي حول نقطة الأصل سالب واحد. عوض 4 ضرب 0 0 ناقص 6 تطلع معاي سالب 6. 4 ضرب 1 4 ناقص 6 تصير سالب 2. أربعة ضرب سالب واحد سالب أربعة ناقص ستة تصير سالب عشرة. نحط رقم موجب بلكي إنه مثلا هون اثنين. اثنين نعوض اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، ناقص ستة تصير اثنين. ترى يعني لما يكون دالة خطية أو خط مستقيم نقطتين بكفوا، بس أهمهم الصفر ونقطة أخرى. فالآن أنا عندي اثنين مع اثنين، يعني هنا قم بتعيين النقطة 2 و 2 ثم النقطة سالب 1 مع سالب 10 تجي تحت هنا كثير ما في داعي لها. 1 مع سالب 2 هنا وصفر مع سالب 6، 1 2 3 4 5 يعني هنا صفر مع سالب 6. الآن نقوم برسم خط مستقيم بهذا الشكل يمثل الدالة. هيك نكون رسمنا. طبعا لو مدينا او المستوى معنا مساحته اكبر راح يمر بالنقطة اللي بعيدة هاي اللي هي سالب واحد مع سالب واحد. الان هذا الخط الاسود اللي رسمناه هذا يمثل الدالة جي الاكس. انا كتبتها هنا رمز اف انفرس هو جي انفرس، لان الدالة اسمها جي جي انفرس. ف الدالة هاي اسمها جي الاكس. يا ترى لو انا بدلت هذول، يعني رحنا عملنا جدول عشان بدي ارسم جي انفرس، بعمل لها جدول زي هيك اكس وواي. خذ الوايات خذهن اكس سالب 6 سالب 2، انسى هاي النقطة قلنا ما بدناش اياها، وهاي 2. عوض في الدالة راح يطلعوا معاي نفس قيمة الاكس. ليش ما بدناش اياها؟ هاي هي صح بس ما بدناش اياها لانها بعيدة بعيدة عن الرسم، يعني بدها صفحة كبيرة. طيب يلا نعوض سالب 6. سالب 6 زائد 6 صفر، تقسيم 4 يطلع صفر. عوض سالب 2، سالب 2 زائد 6 تصير 4، تقسيم 4 1. نعوض 2، 2 زائد 6 8، تقسيم 4 فيها 2. لاحظوا طلع فعلا 0 1 2. يلا وين سالب 6 اكس؟ بأي لون بدكم ترسموه؟ بالأخضر. يلا سالب 6 اكس 1 2 3 4 5 6، هاي السالب 6 صورتها صفر.
علما بأنه أنا كان عندي الصفر صورته سالب 6. سالب 2 هي السالب 2 صورتها 1 هنا. اثنين صورتها 2 هنا، يصير يتقاطع الدالة مع معكوسها بيصير. هاي اللي برسم فيها هي الدالة العكسية لجي، إذن هاي جي انفرس، جي انفرس للإكس. لاحظوا أنها متماثلة حول محور إكس، حول واي يساوي إكس، متماثلة حول واي يساوي إكس. طبعا الرسم عندي مش مظبوط كثير، يعني هذا هذا واي يساوي إكس، متماثلة. الخط الأحمر هذا هو رسمة واي يساوي إكس، وهذول متماثلين حول. حتى لو رجعنا على اللي قبل شوية، لاحظوا لو رسمنا واي يساوي إكس، هذا هو، نجدهم متماثلين، يعني الصورة هاي عكسها، متماثلين حول واي يساوي إكس. هذا واي يساوي إكس، لاحظوا تماثل. هنا نفس الخطوات، نجي نحط إكس يساوي واي تربيع ناقص 3. الآن بتزيد 3 للطرفين، تصير واي تربيع تساوي إكس زائد 3. طبعا أنا بدي واي لوحدها، يروح التربيع مقابل إني أخذ الجذر، والجذر نحط له موجب سالب. إذن هون ما صارت دالة عكسية، هون لن تكون دالة، والأصل ما إلها دالة عكسية، بس كمعكوس المعكوس يطلع زيها. تمام، خلينا نرسمها ونرسم المعكوس. هذا المعكوس، هذا هو المعكوس، أنا ما بدي أحط له رمز الدالة، بديش أقول عنه H inverse، لأنه هذا مش دالة، هذا اللي طلعناه ليس دالة. يلا بدنا الآن نرسم الرسم. شو نعمل؟ نجي بدي أرسم H ال X، أرسمها بالأسود. يلا نقول X Y، نحط 0 وبنحط 1 وبنحط سالب 1 وبنحط 2 وبنحط سالب 2 اللي بدكم اياه، كله يطلع قريب من نقطة الأصل. يلا طبعا هذا ما بيطلع خطي، كلكم عارفين رسمة إكس تربيع ما بتطلع خطية. يلا 0 تربيع 0 ناقص 3 بتصير سالب 3، 1 تربيع 1 ناقص 3 بيصير سالب 2، سالب 1 تربيع 1 ناقص 3 بيصير سالب 2، 2 تربيع 4، 4 ناقص 3 بتصير 1،
وهاي كمان تصير واحد، فيطلع رسمته زي هيك، صفر وسالب ثلاث من هنا صفر وسالب ثلاث واحد مع سالب اثنين سالب واحد مع سالب اثنين، هي سالب واحد ننزل لين سالب اثنين، اثنين مع واحد، سالب اثنين مع واحد، تطلع الرسمة بهذا الشكل تقريبا. لاحظوا كيف منحنى. الآن لو بدي أرسم الدالة العكسية، راح أعمل جدول، راح أعمل جدول إكس واي، أخذ صفر، يلا عوض صفر، راح يكون صفر زائد واحد واحد، راح يكون لها صورتين سالب واحد وواحد، لأنه صفر له صورتين، وهذا يعني أنه ما هو دالة، سالب واحد وواحد. خلينا نأخذ سالب ثلاث أو سالب واحد، هون زائد ثلاث، هون زائد ثلاث، احنا زدنا ثلاث، يعني صفر بيصير زائد ناقص جذر الثلاث. تراجع شوية، ماشي، الإنسان إلا يخطئ مهما كان، احنا بنعلم الطريقة، بنعلم الفكرة، لكن احيانا تسقط سهوا زي هيك، يعني هذا تكونوا منتبهين. يلا بنعوض صفر مثلا، بيصير جذر الثلاث أو سالب جذر الثلاث، تمام؟ يعني صفر صورتها إما جذر ثلاثة أو سالب ثلاثة. لو أخذنا سالب ثلاث، إنه إحنا أصلاً هون ما عندنا صفر بس حطيناه عشان نشوف، عوض سالب ثلاث بيصير صفر، موجب سالب صفر هو صفر، له صورة واحدة، الوحيد اللي له صورة واحدة. لاحظ السالب اثنين هون لها صورتين، يلا عوض سالب اثنين تصير واحد، يعني سالب واحد وكمان موجب واحد، ولو عوضنا الواحد صير أربعة، جذر الأربعة اثنين، يعني موجب اثنين وسالب اثنين. يلا نرسمه، صفر مع جذر الثلاث، جذر الثلاث أصغر من الاثنين، وسالب جذر الثلاث، لاحظ الصفر له صورتين، سالب ثلاث الوحيدة اللي إلها صورة واحدة اللي هي صفر، وسالب اثنين هيها هون السالب اثنين إلها صورتين اللي هما واحد وسالب واحد، ولاحظوا الواحد له صورتين اللي هما اثنين وسالب اثنين، ويطلع الرسمة بهذا الشكل. طبعا ليست دالة، ليست دالة، لاحظوا كيف هم متماثلات حول واي يساوي اكس. ان شاء الله يكون واضح، هذا الاحمر هو اتش انفرس وهذا اتش.
المجموعة اللي بعدها يقول في كل زوج مميز حدد إذا كانت F دالة عكسية لجي وجي دالة عكسية لإف. الطريقة اللي واردة في الكتاب إنك بتروح تشوف إف بعدها جي للإكس وجي بعدها إف للإكس، بتشوفهم اثنين. إذا طلعوا إكس كلاهما بيكون كل واحدة دالة عكسية للأخرى. يلا بنشوف هون F لجيل X تركيب الدوال ويساوي F ل X زائد 7، لأنه جيل X هو X زائد 7. الآن نروح على F، بنعوض بدل ال X هاي نعوض بدلها X زائد 7، فبصير عندي X زائد 7 ناقص 7، وهذا كله بيصفي عندي إيش؟ X. حلو، لغاية الآن نص الحل يوحي إنه الدوال كلاهما دالة عكسية للأخرى، لازم الثانية تطلع معي X. يلا بنقول G ل F ل X ويساوي جي اف الاكس قديش؟ اكس ناقص 7 ويساوي. الان نروح بدل الاكس اللي عند جي هاي بنعوض اكس ناقص 7. يلا انا بدل الدائره بدي احط اكس ناقص 7، بعدين اكمل جي زائد 7، بيروح الناقص 7 مع زائد 7 بتصفي اكس. اذا كلاهما اعطاني اكس، إذا نقول نعم تمثل كل دالة عكسية للأخرى، يعني F عكسية لجي وجي عكسية ل. هنا نفس الشيء أيضا، بدي أشوف F بعد G للX تساوي F لـ G للX لـ G للX. وتساوي F لجيل X، جيل X كم قيمتها؟ 2X ناقص 4 على 3. ضبط أحلى 4 وأحلى 3، هاي 4 على 3. شو بسوي هسه؟ بروح على F. F عبارة عن هيها F، نص ال X نص في X زائد 3 على 4. شو نعمل؟ نعوض بدل ال X اللي هنا اللي عند F، نعوض G اللي هو 2X ناقص 4 على 3. بتزبط نفكفك الأقواس، نص بدها تنضرب هنا تنضرب هنا، نص ضرب 2X بيروح 2 مع 2 بيظل عندي X، نص ضرب 4 على 3 بيروح 2 مع 4 يظل 2 على 3، إذا ناقص 2 على 3 زائد 3 على 4، هذه
هل هذول يروحوا يصفروا عشان يظل اكس؟ لا، اذا خلاص ما في داعي احل الجزء الثاني، اقول لا تمثل، لا تمثل عكسية للأخرى، لا تمثل. ليش؟ لأنه هذول ما أعطوا صفر عشان يروحوا. لو كانوا هون، يعني أنا عندي 3 على 4 وأنا 4 على 3، ما زبطت معنا، ليس الدالة عكسية. ليش؟ لأنه هون بدأت تصير صفر عشان يظل إكس، لو ظل إكس وحدة يكون دالة عكسية للأخرى. السؤال الأخير، F بعد جي للإكس، إذا أعطانا إكس وأخوه أعطانا إكس بيكون دالة عكسية للأخرى، يلا يساوي إف لجي الإكس، يعني إف لثلث جذر الإكس، ويساوي، يلا الآن بدي أعوض هذا بي إف، 2 في ثلث في جذر الإكس كله تكريم. هل هذا يساوي إكس؟ هذا ما بيساوي، حتى لو بسطناه ما بيساوي إكس، هذا لا يساوي إكس، إذن ليست دالة عكسية للأخرى، يعني F ليست دالة عكسية، من هون نكتب F ليست دالة عكسية للأخرى اللي هي G، والعكس صحيح. طبعا إذا وحدة تكون عكسية الثانية بدها الثانية تكون عكسية، يعني عكس بعضها. إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بنحل لكم بالفيديو التالي أسئلة تدرب وحل المسائل. شكرا لكم ولاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو أنكم ما تنسون من دعائكم، والدعاء كويس، شوفوا بالتعليقات. شكرا لكم.